طيب، مجلس الوزراء أعلن موافقته على مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بعد التوافق الكامل عليه مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كانت أصدرت بيان أعلنت فيه أن المجمع المقدس توصل لصيغة توافقية مع ممثلي الحكومة بخصوص مشروع القانون ده، تمهيدا طبعا لتقديمه لمجلس النواب، وبينتظر مجلس النواب مشروع القانون بعد ما ينهي رحلته بين أروقة مجلسي الوزراء ومجلس الدولة علشان مناقشته، وده تمهيدا لإقراره بشكل نهائي. معي عبر الهاتف السيد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب. سيادة النائب أهلا وسهلا بك يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بك. مساء النور. بخصوص قانون بناء الكنائس، شايفه ازاي يا فندم؟ وايه المشكله اللي كانت حصلت مع مجلس الوزراء؟ الكنائس او الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بشكل اخص كانت معترضه على ايه بالظبط وحصل التوافق اخيرا؟ لا، هي مش الكنيسه الارثوذكسيه بس هي اللي كانت معترضه، هم كانوا الثلاث كنائس هم المعترضين على بعض مواد الثلاث كنائس. طيب تمام. في بعض القوانين في كان في مشاكل، بس مش يعني مش زي ما اثير او اشيع ان في مشكله في صلبان الكنائس مش عايزين يحطوا صلبان وبتاع، الكلام ده غير صحيح بالمره. القانون ما نصش على حاجه زي كده يعني، ولا عمره هينص على حاجه زي كده، ان احنا عمرنا ما هنقبل حاجه زي كده. لكن كان في بعض المشاكل في تحديد النسبه بتاعه الكنيسه مساحتها على حسب عدد السكان المسيحيين الموجودين في المنطقه. السور اللي لازم يكون موجود، مش عارف الكنائس القديمه اللي ما كان اللي هي انت عارف ان في كنائس كتير موجوده النهارده غير مرخصه ومش مفتوحه لغايه دلوقتي، ودول يزيدوا عنا 48 كنيسه مثلا. فالنهارده كان لازم يبقى قانوني يبقى في ماده او اتنين يكونوا بينظموا فتح الكنائس دي بعد ترخيصها. فكان مسموح مثلا بفتره بعد 5 سنين يثبتوا مش عارف ان هي كنيسه كانت موجوده، فكانت يعني حاجات تنظيميه بس في الوقت الكنيسه كانت معترضه عليها. اظن ان امبارح الحمد لله بقى في توافق ما بين مجلس الوزراء وتم التوافق عليها اخيرا على 10 مواد القانون بشكل جيد، والكنيسه كانت موافقه عليه ومجلس الوزراء وافق عليه، وان شاء الله يكون عندنا بكره الصبح هيبقى في مجلس النواب. الصبح ان شاء الله يكون في مجلس النواب عندنا. هنتابع معاكم بالتاكيد السيد النائب جون طلعت عضو مجلس النواب. جزيل الشكر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا.